أن نعلم وأن نوقن بأن هذه النعمة من الله لا من حولنا ولا من قوتنا. وما بكم من نعمة فمن الله، كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فإن أعطاك المخلوق فالله هو المعطي حقيقة، وذلكم المخلوق يشكر على عطيته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عند الترمذي: من لم يشكر الناس لم يشكر الله.